شوطنا التاسع وبداية الجولة الثالثة في هذا الصباح الجميل مع تجمع هذه الشعارات هنا في هذا الميدان وفي عاصمة الميادين. نسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة والمقدمة. من يتقدم؟ الضبيل سيف بن محمد بن حيروم المحرمي، بينما أملاك تأتي على المركز الثاني. هناك أملاك لجمعة بن محمد بن هيل الغفلي، والمركز الثالث وصلت وتحركت في هذه اللحظات هي الواصلة. هناك الشارقة واصلة على المركز الثالث، هناك ناصر بن حمد بن السهيل بن عويضة الخيلي، بينما الوصول الجميل مع المركز الرابع، رابع المراكز مع انطلاقة مثايل محمد بن السهيل بن حم العامري، يتحرك مع مثايل الواصلة بهذا الانطلاق، بينما المركز الخامس، خامس المراكز تحركت في هذه اللحظات. هناك من الجانب الآخر في هذا المسار الجميل، بينما الوصول الرائع والممتاز وصلت وتحركت أيضا، تحركت هناك الشاهنية الويهي بالزفنة بالويهي العفاري، والوصول أيضا مع سادس المراكز، تحركت أيضا على المركز السادس جبارة لخليفة بن محمد بن مصبح الاكتبي المتحركة أيضا بالأداء الجميل والانطلاق، بينما المركز السابع، سابع المراكز جبارة محمد بن سالم بن علي الاكتبي، وثامنا الوصول يأتينا أيضا من انطلاقة وتحديات الواصلة بهذا الأداء. رسمية حميد بن مطر بن عميرة الشامسي وصل في هذه اللحظات وتحرك في هذا الانطلاق، بينما المركز التاسع، تاسع المراكز مع انطلاقة رهف سالم بن بخيف النوبي العامري، وعاشرا فالوصول يأتي أيضا مع انطلاقة المركز العاشر. من وصل في هذه اللحظات وتحرك أيضا؟ وصلت هناك زيارة، زائرة من المناطق الخلفية إلى المناطق المتقدمة مع سالم بن سعيد بن محمد الأخيلي. هذه المراكز العشرة الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط والمصرحة لها بالنداء، ولكن العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة وإلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الراحلون، إلى المتقدمون، إلى المتقدمين أيضا على المركز الأول. هناك الضبي، ضبي الفلا، رمز العطا، سيف بن محمد بن محيروم المحرمي ما زال متقدما حتى هذه اللحظات، يسير على نهج ودرب الأوائل قائدا لهذه الرحلة، رحلة البحث عن الناموس المتقدمة في هذا الانطلاق، بينما المركز الثاني هناك الشاهنية مع المركز الثاني الويهي بالزفنة بالويهي العفاري، بينما المركز الثالث مع انطلاقة وتحديات جبارة خليفة بن محمد بن مصبح الاكتبي، بينما المركز الرابع فوصلت هناك جبارة أيضا محمد بن سالم بن علي الاكتبي المتقدم أيضا والمشارك في هذا الانطلاق. أملاك تأتي خامسا، أملاك 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 لجمعة بن محمد بن هيل الغفلي. هناك الواصلين والمتحركين أيضا، وصلت على المركز السادس، تحركت هناك الشارقة، تحرك ناصر بن حمد بن السيل بن عويضة الاكتبي المتقدم الخيلي هنا في هذا الانطلاق الجميل مع هذا المسار مع هذا الانطلاق. هناك مع هذا الانطلاق الجميل مع هذا المسار الرائع مع انطلاقة هذه الأسماء، ولكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المنعطف الأخير يا متابعين.
لكن يا مراقبين بدينا بالطيران، بدينا بالطيران نحو المقصورة الرئيسية مع هذه الأسماء. بدأت هناك جبارة، جبارة محمد سالم بن علي الكتبي، وتحركت ريما، ريما ناصر بن سباع بن مصبح الكندي، وصل على المركز الثاني أول نداء، ثالث المراكز مع انطلاقة الشاهنية الوهي بالزفنة بالوهي العباري، بينما المركز الرابع نيران، نيرون واشعلت نيران المنافسة، نيران بخيف بن زايد بن سعيد بن حارب المنصوري مع انطلاقة هذه الأسماء مع تقدمي هذه الشعارات، وصلت الطوية غانم بن علي بن حمودة الظهري، تدخل العمالقة، العمالقة الأبطال المعاصرين لهذا المورود مع هذه الأسماء، مع هذه التحديات الكبيرة والرائعة. من بدا بالتدخل؟ من تدخل في هذه اللحظات؟ الله الله الله، بدأ الانطلاق، بدأ الانطلاق، بدأت هناك مياسة بالطيبان غانم بن علي المنصوري يتحرك في هذه اللحظات، ووصلت أيضا الضفرة حمد بن عبيد بن حمد بن عصان المنصوري، راعي عطوة وصل في هذه اللحظات، وتدخل شعار آخر، وصلت هناك مع انطلاقة زعفران حمد بن محمد بن سالومي الدرعي، يتحرك في هذه اللحظات، يتجاوز الأسماء، ينطلق نحو الفوز والانتصار الكبير. سلام سلام القاع، سلام سلام القطاع الجنوبي، سلام بالسالومي على هذا الفوز. هناك حمد بن محمد السالومي الدرعي يفوز بناموسي هذا الشوط. سلام راعي مشكور، سلام. المركز الثاني هناك الظفرة لحمد بن عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري، ثالث المراكز هناك مع انطلاقة المركز الثالث، هناك مياسة بطي بن غانم بن علي المنصوري، بينما المركز الرابع هناك وصول من زيارة سالم بن سعيد بن محمد الخيري، خامسا وصول من الشاهنية الوهي بالزفنة بالوهي العفاري. الله، هناك مع انطلاقة هذا الاسم الجميل زعفران لحمد بن محمد السالومي الدرعي يفوز بناموس هذا الشوط، والتهنية إلى محمد بن حمد السالومي الدرعي على هذا الفوز والانتصار الجميل، ومشكور يا زاهر اليحافي على هذا الانتصار. التوقيت الزمني 7:46 0.05 أجزاء من الثانية، كان توقيت زعفرانة الفائزة بناموسي هذا الشوط. المركز الثاني 7:47 0.02 أجزاء من الثانية، كانت الظفرة حمد بن عبيد بن حمد العصان المنصوري، بينما المركز الثالث هناك وصلت على المركز الثالث هي مياسة بطي بن غانم بن علي المنصوري، والتوقيت الزمني 7:47 0.03 أجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز والانتصار لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم.